انتهى البحث عن جثث بين الركام وسط درنة الليبية، وفرق الإنقاذ الآن تركز جهودها على أعماق البحر والشاطئ لانتشال ما بقي مفقودا منها. نحو 200 غواص ليبي وعدد من الأجانب يشاركون في عمليات الانتشال التي وصفت بالشاقة جدا. فريق من الغواصين الفرنسيين قال سابقا إن بعض الجثث سحبتها المياه إلى بعد 60 كيلومترا بعيدا عن الشاطئ، وبعضها في عمق مياه الميناء. عمليات فرق الإنقاذ أنهت البحث عن الناجين وسط مدينة درنة، واتجهت جميعها إلى أعماق البحر والشواطئ باستثناء الكتيبة 166 التي كلفت رسمياً بتأمين مدينة درنة. المرفأ الذي كان يستقبل السفن والبضائع والركاب وينطلق منه الصيادون أصبحت تتزاحم فيه الجثث وتملأه السيارات والركاب. عدد الذين راحوا ضحية الطوفان وصل إلى نحو 4000 قتيل، أغلبهم انتشلوا من البحر، فيما لا يزال أكثر من 10000 مفقودين ربما تحت الركام أو في عمق البحر.